أيها المواطنون والمواطنات، أولا تحية عالية للشغيلة المغربية وتهنئة حارة لها على هذا اليوم وعلى ما حققته عبر التاريخ وما تحققه من إنجازات ومن انتصارات لقضايا الوطن. تحية لكم على مساهمتكم المسؤولة والوطنية في الاقتصاد الوطني. أنتم شرايين هذا الوطن، أنتم شرايين الاقتصاد الوطني. بكم ترتفع هامات الوطن، بكم تشتغل المعامل، بكم تدور الإدارة، بكم تؤدى الخدمات وتوصل الخدمات للمواطنين والمواطنات. اليوم مشاركة حزب العدالة والتنمية إلى جانب الاتحاد الوطني للشعب المغرب في احتفالة فاتح ماي، أولا هي مناسبة للتهنئة وللاعتزاز بالدور الريادي والكبير الذي تقوم به الشغيلة المغربية على مستوى القطاع العام والخاص، مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مساهمتها كذلك في الانتصار والنضال في القضايا الوطنية وفي قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية وقضية فلسطين. هي كذلك مناسبة للاعتزاز بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والمركزية النقابية الأكثر تمثيلية. هذا الاتفاق الذي يستجيب إلى حد في لمختلف المطالب الاجتماعية وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية في القطاع العام والقطاع الخاص، وهي كذلك مناسبة لاستشراف مجموعة من الأوراش على المستوى التشريعي وعلى رأسها إصلاح النظام ديال والقانون المتعلق بالنقابات، الإصلاح ديال القانون ديال الإضراب، وكذلك مواصلة تنزيل الحماية الاجتماعية بالنسبة للمستقلين، بالنسبة لغير الأجراء، بالنسبة لأصحاب الطاكسيات، لأصحاب الصناعة التقليدية. فهذه الفرصة ديال اليوم العالمي للشغل والاحتفال به داخل المغرب هو عنده واحد النكهة خاصة، واحد الرسالة خاصة من خلال هذا الاتفاق، أنه في بلادنا الحكومة والنقابات اتفقت من خلال حوار داخل المؤسسات وتحت سقف المؤسسات وصلت لواحد الاتفاق اجتماعي، وهذا انتصار للمنهجية الديمقراطية في المغرب، هذا انتصار للمنهجية ديال الاشتغال داخل المؤسسات بقيادة جلالة الملك، وشكرا لكم. أولا ننوه بالتوقيع الاتفاق ديال 25 أبريل 2019 ونعتبره مدخلا أساسيا ورئيسيا لإرساء دعائم تفاوض حقيقي يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية. نعتبر اليوم بأن الخلاصات التي أفرزها هذا الاتفاق في مجملها تؤكد أننا استطعنا إنجاح اللحظة التفاوضية بمسؤولية جماعية وفق منطق نقابي سليم خذ وطلب. نحن نحث اليوم على ضرورة مواصلة الحوار حول ما تبقى من بنود توقيع اتفاقية 26 أبريل 2011 في أجل معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة. كما نعتبر بأن الاتفاق ديال الحوار الاجتماعي ديال 25 أبريل 2019 قد جاء بمكتسبات مهمة، أهمها تحسين ديال الظروف المادية ديال الموظفين والموظفات والعمال والعاملات. كما نعتبر بأنها لحظة تاريخية من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي وتعزيز آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية من خلال إحداث اللجنة العليا للتشاور بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للحوار. أما فيما يخص الحماية الاجتماعية فقد تم خلال هذا الاتفاق الأخير على ضرورة وضع استراتيجية جماعية بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. وفي الأخير نحن نحتفل كما جميع العمال في العالم هذه السنة بفاتح ماي تحت شعار العمل النقابي الجاد والحوار الاجتماعي المسؤول، مدخل أساسي لتحقيق المطالب الاجتماعية.